صافي على هذه المعلومة، شكرا جزيلا لك. الآن معي من أبين العميد الركن محمد عبد الله الصوملي قائد اللواء 25 ميكانيك. أهلا بك سيادة العميد. حياكم الله على المسالمة العزيز. سيادة العميد مرحبا، معك أسمعك. تسمعني بشكل واضح؟ أسمعك واضح جدا. أنا أسمعك بشكل غير واضح، أتمنى لو أيوة سيادة العميد أنا أسمعك تمام. وأنا أسمعك الآن بشكل واضح. سيادة العميد، اللواء 25 ميكانيك الصامد بدوره البطولي أمام الحصار الذي طال به الأمد تقريبا منذ ما يزيد عن شهرين، واليوم أهاليكم خرجوا في مسيرة إلى أمام وزارة الدفاع كما تابعنا في التقرير، وإلى أمام مكتب القائد الحرس الجمهوري. هذا الحصار ما زال مستمر عليكم، وأيضا أنتم ما زلتم صامدين حتى هذه اللحظة دون كسر الحصار، نود أن تطلعنا عن حقيقة الوضع لديكم. شكرا كثيرا. بداية أشكر اهتمامكم وتغطيتكم لهذه القضية، وبنات السعيدة حسب ما يبلغني من كثير من الأخوان أنها تتابع قضيتنا منذ البداية يوميا تقريبا. نعم، أشكر اهتمامكم، وأود أن أؤكد في البداية وللأمان أننا لا نريد في الحقيقة أن تكون قضيتنا وقضية اللواء 25 مادة إعلامية للمجاهدة الإعلامية عند بعض الصحف وبعض القنوات باعتبارها قضية دين وقضية وطن. فقضيتنا يجمع على عدالتها كافة القوى السياسية وكل شرائح المجتمع بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم، لأنها في قضية في مواجهة عناصر إرهابية لا دين لها ولا وطن كما هو معلوم عند الجميع. وفي البدء أيضا أود أن أشكر وأقدر عاليا لجميع الأخوة الذين خرجوا للتعبير عن آرائهم بوقفتهم الاحتجاجية التي بلغنا أنهم قاموا بها سواء أمام وزارة الدفاع أو في مكتب قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة، وذلك نتيجة تأثرهم وحماسهم الشديد من خلال متابعتهم لوسائل الإعلام عما يعاني اللواء منذ فترة تقارب الشهرين. ولكني أؤكد لكم جميعا وأضمنكم وأضمن كافة أهالي أفراد وضباط اللواء الصامد والصابر في هذا الموقع لأننا في هذا اللواء في خير وصامدون، وسنظل حتى نقضي على من تبقى من تلك العناصر الإرهابية الجبانة التي تدعي عزمها على إقامة إمارتهم المزعومة وبإثبات الدين، والدين منهم براء، فهم كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في نهايته أنهم وصفهم بأنهم كلاب أهل النار. طيب سيادة العميد، نحن نتحدث في وسائل الإعلام أن هؤلاء العناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، هل تستطيع أن تحدد لنا هل هم تنظيم القاعدة أم مسلحين؟ لا، من هم هؤلاء؟ نعم، من تحاربوا؟ أنا أؤكد من خلال يعني مواجهة تمت مواجهات مباشرة بالأسلحة الخفيفة مع عناصر كثيرة منهم أنهم ينتمون إلى القاعدة فعلا، وهناك أسماء وأشخاص معروفين انتمائهم لهذا التنظيم منذ زمن بعيد، خاصة من كان منهم في محافظة مارب وهم معروفين، وقد قتل منهم مجموعة من الأشخاص والقيادات، آخرهم قتل اليوم في الساعة 5 تقريبا والربع المدعو علي سعيد جميل، هذا من عناصر تنظيم القاعدة المعروفين والذي تلطخت أيديهم جميعا بدماء أفراد القوات المسلحة والأمن في كثير من المحافظات. وكان آخرهم وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون نهايتهم على أيدينا في هذه المحافظة. طيب سيادة العميد، استمرار الحصار عليكم في اللواء 25 ميكانيك بعد الدور المشهود لكم في مواجهة هذه الجماعات المسلحة، هل الحصار المفروض عليكم يكشف لنا تفوق تلك الجماعات في الجاهزية القتالية لما يتوفر لها من معدات عسكرية وكثافة بشرية، أم أن غياب القرار الحاسم بفك الحصار مرهون بتطور العملية العسكرية في الميدان وأيضا بأشياء أخرى؟ أي حقيقة أنا لا أنكر في الحقيقة أن هذه العناصر الإرهابية والعناصر المسلحة ومن يقف إلى جانبهم هم في الحقيقة يمتلكون كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد والذخائر حصلوا عليها على مدى سنوات ماضية ومن فترات ماضية، أيضا كان سبب رئيسي سقوط بعض الأجهزة الأمنية في ساعات
مبكرة وفي وقت مبكر في محافظة أبين، يعني حصلوا من خلال على بعض الأسلحة وبعض مدافع لها هناك وأسلحة الباعة عشر والأسلحة الخفيفة مكنتهم من الاستمرار حتى الآن. أما يعني أن نقول وهي حقيقة لا يمكن أن ننكرها ونكون صادقا معكم أن الدولة كما يصل بعض أنها راضية بهذا الوضع والقرار السياسي راضي بهذا الوضع، أنا أمضي تماما هذا وأنا واثق كل ثقة. قد يكون السبب حقيقة هو نتيجة طبيعية لما تعيشه البلاد من أوضاع لا تخفى على أحد، أثر سلبا على المؤسسة العسكرية وبالطبيعة يعني أدى إلى تأخر التعزيز اللواء أو مساندته. لكن وزارة الدفاع وقيادة المنطقة ومنذ البداية نحن في تواصل دائما معهم وهم متابعين بصورة مستمرة لنا بخصوص إمداد اللواء بكل ما يتمكنوا من إيصاله. طيب سيادة العميد، شهرين وأنتم تطالبوا بفك الحصار، يعني لو كنتم طلبتم بالإمدادات والتعزيزات من الصين لكانت وصلت. ليس شهرين، يعني لو صحيح لك المعلومات تجد بحسب أسبوعين فقط. أما أيوة أما قبلها المواجهة هي مستمرة منذ شهرين، لكن قضية الحصار ووضع كمائن على الطرق وغيرها الفترة لم تتجاوز يعني تقريبا في حدود 20 يوم فقط. أما الإمداد كان مستمر سواء عن طريق البر أو عن طريق الطائرات المروحية، وكان مستمر بصورة طبيعية. وأضمنكم وأضمن أهالي الذي قاموا بالوقفة الاحتياجية الذي يقدر دورهم الكبير أننا في خير وكل شيء متوفر لدينا، في استثناء بعض الأشياء التكميلية أو أشياء أخرى. أما ما يتعلق بأسلحتنا وغذائنا ووجودنا فلله الحمد كل شيء موجود إن شاء الله. طيب كذلك تحركت يا أخي العزيز لو سمحت. تفضل. وحدات المنطقة الجنوبية اليوم تقدمت تقدم كبير جدا في اتجاه بن جبار، وكما سمعت من مراسلكم وأيضا وجهوا بشراسة من قبل من تبقى من هذه العناصر، ولكن كان تقدمهم تقدم ممتاز جدا ومبشر بخير. وإن شاء الله أنه يعني خلال ساعات أو الأيام القادمة سيزول كل شيء وسيتحقق النصر المؤزر بإذن الله تعالى. كما أؤكد يا أخي بأن المقاتل واللواء من ضباط وأفراد قد أظهروا فضولات نادرة وصمود أسطوري كما ما نجد في أي جيش من جيوش العالم، وليس في جيش القوات المسلحة اليمنية. كما قدم اللواء عدد كبير من الشهداء والجرحى، كل ذلك إيمانهم بعدالة القضية الذي يقاتلون من أجلها. وجهوا ضربات موجعة أضاحت بكثير من الأعمالات وعناصر القاعدة والمسلحين والمنضمين معهم، ولم يبقى منهم إلا القليل، والذي نحن مصممين بإذن الله تعالى على مضاربتهم حتى النهاية. طيب سيادة العميد، أود منك أن تعطينا تفسير لهذا الموضوع. أبيان معروفة أنها فيها عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم القاعدة أو لا تنتمي من قبل ذلك، وأنت تتحدث الآن عن جدية الدولة والنظام في محاربة هذه العناصر. لماذا لم تأخذ الدولة احتياطاتها من قبل، يعني بالتجهيزات بالجيش الذي يحارب هذه العناصر؟ يعني ما يظهر لنا الآن كأن الدولة تفاجأت بأن هناك قاعدة في محافظة أبين لواء يتيم فقط 25 ميكانيك يواجه هذه العناصر. حتى الآن قوة مكافحة الإرهاب يقال أنها وصلت إلى أبين قبل أيام لمساندتكم. صحيح، وصلت القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب مع القوى التي نحو اللواء. قضية الصراع كما أقول لك مع القاعدة بالنسبة لنا نحن في اللواء 25 ليس وليد الساعة أو من قبل شهرين. صراعنا مع عناصر تنظيم القاعدة بدأ من تقريبا من شهر 8 من شهر رمضان الماضي، يعني من قبل سنة تقريبا. كان في لودر واستمرينا تقريبا شهرين، بعدها انتقلت المواجهات إلى دعاء واستمرينا فيها فترة معينة، ثم انتقل الصراع أخيرا إلى زنجبار. إن شاء الله الفصل الأخير من هذه الملحمة، أطمنكم جميعا بإذن الله أن الأمور ستكون إلى خير. طيب بعد كل هذا الحديث سيادة العميد، هل هناك لديك أي رسالة تريد إيصالها لقيادتكم أيضا وللشعب اليمني وأنتم في هذه الملحمة وفي الدور الذي تقومون به، وكل اليمنيين يقدر لكم ما تقومون به الآن في أبين؟ يعني هذا ما يطمننا، ما يطمننا أن كل شرائح المجتمع وكل أفراد الشعب اليمني معنا في هذه القضية. كذلك كل أفراد القوات المسلحة سواء يعني من أعلنوا
هم دورة الشباب ولا من باقين مع الشرعية هم عاملها. كل الناس مجمعين كامل على عدالة قضيتنا ومعيدي لنا في هذه المواجهة. وأيضا حسب أسمعنا دعوات الناس في كل مكان حتى في المساجد في البيوت في القرى في المدن كلهم يدعون لنا بالنص لإيمانهم بهذه القضية. فليس من رسالة إلا مزيد من الاهتمام مزيد من سرعة الحسم بالموقف من قرار القوة الموجودة في أحداث المدن والذي أعجب أن أعجب اليوم وصوح جديدة نتمنى استمرارها وستحسم المسألة في وقت بسيط جدا. كما أشيد أيضا بدور القوات الجوية التي تساعد وتساند أعمال قتال اللواء في بداية المواجهة وحتى اليوم كذلك في مشاركة محدودة من القوات البحرية. كل ذلك يؤكد أن كثير من صروف القوات البحرية بتؤدي دور إلا أن المواجهات كبيرة الحقيقة والمعركة شديدة أكبر مما يتصورها البعض. طيب سيدة العميد سؤال أخير وأنت قائد عسكري يعني محنك وما زلت في موقع البطولة هناك الآن. اليمن الجيش اليمني ما تمتلك اليمن من معدات هل هي قادرة على حسم ما يدور في أبيان هذه المعركة أم أن إمكانية هذه الدولة عاجزة عن الوقوف أمام 200 إلى 300 شخص من هذه العناصر المسلحة إذا كانت هناك نية؟ نعم لا أظن في الحقيقة أن الدولة والقوات المسلحة عاجزة عن حسم هذه المعركة وإنما لازمنا في الحقيقة بحاجة إلى تدريب وإلى تأهيل وإلى معدات لأن حرب هذه الجماعات هو عبارة عن حرب عصابات وليس حرب مواجهة عسكري وحزم عسكري هو لا يوجد أي مكان محدد يتنقل من هنا وهناك يستغل المساكن يستغل المزارع يتحرك بحرية تامة عكس القوات المسلحة تمشي في صورة منظمة معداتها معروفة لباس الأفراد القوات المسلحة معروف فبالتأكيد أنه أسهل لهم هذا المواجهة بحاجة إلى إعادة حساباتنا ومراجعة يعني تدريباتنا حتى تكون مؤهلة التأهيل كامل لمواجهة مثل هذه العناصر وكما هو حاصل في كثير من الدول التي لازمنا بحاجة إلى أن نكون أعلى مستوى من ما نحن عليه في هذه البدرة وفي خلاف وما نحن عليه الآن. أشكرك العميد الركن محمد الصومالي قائد اللواء 25 ميكا والتحية هي لك ولكل الأبطال في اللواء 25 ميكا المتواجدين في أبيان وأيضا